أجواء روحانية يعيشها جمهور الأوبرا سنوياً في الشهر الكريم، حيث تقيم دار الأوبرا حفلات للإنشاد الديني ضمن برنامج فني متنوع على جميع مسارحها، يتضمن 46 حفلاً من بينها حفلات الإنشاد الديني والصوفي. الجمهور بيحب الفرق الدينية والفرق الصوفية جدا، وبيحب نجوم الغناء العربي كمان. يعني بيبقى جو جميل من الذكر والروحانيات والإنشاد، فحاجة حالة جميلة. رمضان طبعا بيجي بقى بروحانيات وبذكرياته القديمة والنقشبندي والتبار وكل الحاجات الجميلة دي. ضمن هذه الحفلات كان حفل فرقة الحضرة للإنشاد التي تأسست منذ 4 سنوات وتقدم الغناء الصوفي من إنشاد ومديح وذكر. أول حاجة بيبقى إنشاد حاجات مغناة من قصائد في الحب أو العشق الإلهي موجود السادة الصوفية، وبعد كده نروح لمدح سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، القلوب تهيم عشان نحضرهم لذكر المولى عز وجل اللي هو آخر جزء. تضمنت السهرات الرمضانية حفل فرقة الإخوة أبو شعر السورية والتي تأسست في الثمانينات على يد 6 أشقاء. تغني الفرقة أغاني من التراث الديني والموشحات الأندلسية القديمة. الإخوة أبو شعر هي فرقة تختص وتحمل رسالة صاحبة عنوانين، العنوان الأول الحب والسلام، وهذا ما نحتاجه في يومنا هذا، والوسطية في المعاملة. تقدم هذه الفرق أعمالها على مدار العام، إلا أن أعضاءها أكدوا أن ليالي رمضان لها مذاق خاص، لما لهذا الشهر الكريم من أجواء روحانية تساعد في الوصول إلى قلوب الجمهور. سمر بشات، العربية، القاهرة.